اي عمو هذا كنا نخلي به جبن. اي جبن انت تسموه بانير. بانير 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 بالكردي بانير. هذا كنا نخلي يعني الى الحصاد. او ماما علي اوي ان بانيره قديم انك بانير بو. من الربيع. اي يبقى الى الحصاد. للحصاد. أولا كاتي بهار حتى كاتي تشنيني غنم هذا أو ها يعني بنير دهن حر ايش دهن حر دهن حر أو ريندان أو ريندان روني عيوان هو وهذا هذا وقت الربيع كنا نملي هذا وهذا عيوان. دهن حر تنترس دهن حر دهن حر وذيك للجبن وهذه للبرمه كنا نخليها برمه 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 يعني طبخ بيها طبخ ما أي. دور بهاتنا يعني اي هذه مال طبخ هاي برمه هاي مال طبخ مال برمه هاي للطبخ هذا للدهن الحر هذول الدهن الحر هاي مال جبن هاي للجبن وشوف عمو محتفظ بيها هذا صارت تقريبا ما جاي فيها عمو سؤال هذا صندوق العرايس هذا مال عرسك هذا مال المرحومة الله يرحمها خلي نصوره يرحم موتك هذا صندوق العرايس مال قرقوش هذا ويا الجهاز يجي كان يستعملوه ما يعني ما كان أرقى من هذا ما كان أرقى تقريبا 70-75 سنة هذا يسموه صندوق العرايس هذا صندوق العرايس عمو خيه هذا صندوق عرسه صندوق المرحومه الله يرحمها.